نصوروا الصفحة عادي درو مركز المراقب بالفيديو يعمل بالتنسيق مع الوحدات العاملة بالميدان وعندنا نفس المركز على مستوى كتيبة أرزيو ونفس المركز على مستوى كتيبة الكتيب الإقليمي للدرك الوطني بوهران وعندنا مركز مشترك في جاي في بوسط مدينة وهران مركز مشترك ما بين الشرطة والدرك نفس العمل اللي يقوم به بالنسبة لسير الشاحنات تم اصدار قرار اداري ولائي من اجل منع تنقل الشاحنات عبر اقليم ولاية وهران عن ابتداء من الساعة الخامسة صباحا الى غاية 11 ليلا سما الشاحنات تنقل الا من 11 ليلا الى غاية 5 صباحا من اجل تسهيل حركة المرور درجة التوقيف النهائي مهما كان حجمها يعني مهما كان حجمها لانه يقوم بعض الخلاص اللي خرجنا به يقوم بعض الاعتداءات على المواطنين.